لقد كانت في مؤخرة الفترة لتنال الهند استقلالها. مذهب مهاتما غاندي كان قد ساعد الهند في تنال حريتها من الحكومة الملكية المستغلة. لقد فعل غاندي هذا من خلال مذهب عدم العنف وتحريك جذور الشعب. لقد كان مؤمنا بالقوة الهائلة لاتحاد العمل الجماعي ضد الحكم الاستبدادي للمجموعة الحاكمة التي لم تهتم بهم. صادقا في وعده، كان قد ساعد الهند في أن تنال حكمها الذاتي، الحق في أن تحكم نفسها من أجل الأفضل لدولة وناسها. في ذلك الوقت، فتاة صغيرة خجولة من عائلة جوجراتية حسنة كانت قد تأثرت تأثيرا عميق بدروس الأستاذ غاندي والدلائل التي أثبتت مدى تأثيرها. مع ولادتها في عام 1933 كانت شهدت آخر وأكثر أقوى الصور لمعاناة الهند من أجل استقلالها. هذه الفترة تركت أكثر العلامات التي يتعذر محوها من عقلها الصغير سهل التأثر. لقد كانت بداية لصورة من الوعي الجماعي الذي تحول فيما بعد إلى حركة نحو العدل الاجتماعي وتفويض السلطة للفقير المعدم. هذه المرأة القوية ما كانت إلا السيدة إيلا بهات. في خلال تلك الأيام، إيلا كانت مبتهجة إلى أقصى الحد بقصص الحركة تجاه الحرية. جميع أفراد أسرتها إضافة إلى أجدادها وخيلانها كانوا في السجن من قبل البريطانيون لمشاركتهم في الحركة. إيلا كانت تتحير في القوة الداخلية التي تتمتع بها خالتها والنساء الأخريات الذين تحملوا المسؤوليات في خلال غياب الرجال من دون تذمر أو شكوى. لقد كانت إيلا معجبة بارتباط أسرتها لدولتهم. كطفلة كانت تقرأ كتب من عظماء الهند وتحلم بالقتال من أجل حرية دولتها. لقد أرادت إيلا أن تتبع خطى والدها وأن تدرس القانون من أجل أن تساعد الفقير وتقاتل في حروبه القانونية، ولكن والدها لم يكن متحمسا جدا لها في أن تكمل دراستها. لا أعتقد بأن والدي كانت لديه أي مخططات عظيمة نحو تعليمي، ولكن أمي كانت أقوى وعندها أصرت. ولكن بعد فترة التحقت بالقانون. في فترة دراستها الجامعية كانت رغبة إيلا في نشاطات تطوير الدولة. هل يجب على الهند أن تركز في بناء المصانع أو يجب أن تركز في الأرياف الفقيرة وتطوير مقدراتهم؟ غاندي كان مؤمنا أن قلب الهند يوجد في المناطق الريفية. هذا أوحى لإيلا لأن تتعلم الكثير عن القرى الهندية. في فترة جامعة، إيلا أصبحت مشتركة في أول إحصائي سكاني عام للهند المتحررة. لقد واجهت الشدة والضيق الذي كان يعاني منه الناس، وكانت مصرة على أن تفعل شيئا من أجلهم. غاندي كان قد أوضح معالم الطريق، وهذا ما تعلمناه في المدرسة والجامعة. وفي تلك الفترة زوجي كان أيضا مؤمنا بذلك، فأحضر لي المزيد من كتب الثقافة والقصص وغير ذلك، وقد تناقشنا أيضا مع أصدقائه. لذلك أعتقد بأن غاندي هو القلب والحرية للبلاد. عندما تخرجت إيلا من مدرسة المحاماة، وجدت أنه غير قانونيا بالنسبة لها أن تمارس المحاماة تحت السلطان القضائي لوالدها، حيث كان عقد جلسات المحكمة والقاضي المسؤول من منطقة أحمد أباد. بما أنها قررت أن تلتحق بالTLA مؤسسة أعمال النسيج وأقدم اتحاد عمال في الهند، كانت تعلم أنها طريقة لتساعد الفقراء. وسريعا ما بدأت الذهاب إلى المحكمة وأخذت مسؤولية قضايا مؤسسة أعمال النسيج. هذا أوضح أمامها حقيقة أن هنالك أناس مشتركون في نشاطات اقتصادية أخرى والتي لم تكن تحت حماية القانون. عندما التحقت في عام 1954 برابطة عمال الغزل والنسيج الهندية، انضممت مباشرة لشعب العمال، حيث طلب مني الالتحاق بجناح النساء.
فعلت ذلك على الفور. وبعد عام من لحظات التحرير أصبح 50% من الأعضاء المشاركين من النساء في أي مكان. إن صناعة الغزل بها دخل ولكن بسيط بسبب تحديث قيام مصانع النسيج ودخول الماكينات الحديثة، وقد كان التدريب على الماكينات مقصور على الرجال فقط. عندما زارت إيلا إسرائيل من أجل مؤتمر عقد لمدة 3 شهور، فكرة أن تكون اتحاد منتظم من أجل مساعدة هؤلاء النساء بدأت تتبلور. أعتقد أنه من هناك تعلمت أهمية العمل المشترك بين الاتحاد والحكومة، وخاصة بالنسبة لأصحاب الاستخدام الذاتي. لذلك انطلقت أتحدث عن تنظيم النساء العاملات في القطاع الشعبي غير المنظم. إن قيادتنا كانت قد ساعدت للفكرة، ولكن في اعتقادي أنهم لم يتفهموا ما القصد من تنظيم النساء وما المعوقات التي ستعترض ذلك مستقبلا، لكنهم أقروا بالفكرة وأهمية تنظيم النساء في القطاع الشعبي. وهذا دفعني أن أقوم عام 1972 بتأسيس اتحاد نسائي في القطاع الشعبي يدعى السيوة. بدأت إيلا باتحاد عمال الأشغال الخاصة في عام 1972 لجمع هؤلاء العاملات الغير منظمات وجعلهم أعضاء في النقابة العمالية. وقد أدهش حقا النساء الذين كانوا على استعداد لهذه الفكرة ليكونوا اتحادهم الخاص. لقد سألوني ما معنى الاتحاد، فذكرت لهم أنه يعني التضامن مع بعضهن البعض، كما يعني الالتزام الكامل اتجاه الاتحاد. فقالوا كيف ذلك؟ فقلت لهم عبر دفع رسوم العضوية بانتظام كل سنة وكل شهر. فسألوني كم هي قيمة العضوية، فقلت لهم 3 روبيات هندية سنويا. فقمنا بدفع الاشتراكات على الفور، حيث دفعت كل واحدة 3 روبيات، وقد أعطاني هذا الانطباع انطباعا جيدا عن تصرفهن في أموالهن بحرية. لقد ذهبنا إلى سجل الاتحاد لتسجيل اتحادهن الجديد، إلا أنهن فوجئنا بأسئلة كثيرة، منها كيف تم إنشاء الاتحاد بدون وجود علاقة مستخدم وعامل، ومن سيتبرع للاتحاد الجديد باحتياجاته، وما الغرض من إنشاء الاتحاد؟ لقد كانت الإجابة صعبة على تحديد مستخدم واحد، إلى أنه يوجد عدد من المستغلين الذين يجب محاربتهم جماعيا وأخذ الحقوق منهم. كما أن الفرق في الاتحاد ليس فقط القتال من أجل انتزاع الحقوق، وإنما أيضا من أجل بناء التعاون بين أعضاء الاتحاد. إن دور الاتحاد هو جعل النساء يعتمدون على أنفسهن لتحسين أوضاعهن. سيوا لديها تقدم واحد نحو تطوير المجتمع، إنهم يأخذون مسؤولية برامج التدريب في الصحة والعناية بالأطفال والنظافة وغيرها. الهدف هو أن يدمجوا هؤلاء النساء بطريقة غير مباشرة أسرهم في الموكب الأساسي، ولكي يعلموا ما هو دورهم في المجتمع. 2/3 أعضاء السيوا يوجدون في المناطق الريفية. نشاطات السيوا موزعة في 11 إقليم في غوجرات، ولكن لأن هدف السيوا لا يتوقف فقط عند النمو الاقتصادي، ولكنهم يدرسون أيضا المشاكل التابعة لكل منطقة ثم إيجاد الحل لها أولا قبل أن يحثوا النساء على النشاطات الاقتصادية. في أقاليم معينة التي لا يوجد فيها مياه صالحة للشرب، النساء يقضون أفضل أوقات اليوم في إحضار الماء من مسافات بعيدة. هذا يتركهم بدون وقت كاف من أجل الأهداف الأخرى. في البداية تبدأ السيوا بالمحاولة لمعرفة موقع المشكلة المياه، ثم بناء خزانات مياه وصهاريج، ثم بعدها يقومون بحث هؤلاء النساء في العمل من أجل العوائد الاقتصادية. نشاطات مثل إنماء المشاة الزراعية والتطريز والملابن والصيانة وغيرها في المناطق الريفية كانت قد بدأت عن طريق السيوا. سيوا أيضا تقدم لأعضائها جميع المواد الخام التي يحتاجون إليها، وتساعد في شرح الأشكال المعاصرة للحرفيون، وهم أيضا يساعدون في بيع مصنوعاتهم على الإطار المحلي والعالمي.
عندما بدأت النساء في الحضور ومناقشة مشاكلهم ومواضيعهم، من كل هذه المشكلات كانت توجد مشكلتان ماليتان أساسيتان التي تحدثوا وتناقشوا فيها، هي نقص رأس المال ومعدات الإنتاج. فمثلا تاجر الخضر والفواكه الذي يقترض 100 روبية هندية في الصباح يجب عليه أن يعيدها 110 روبية مساء، وإن صناعة الملابس الجاهزة لا تمتلك ماكينة خياطة خاصة بها، وذلك مما جعل دخول هؤلاء الناس قليلا. معظم العائدات تذهب في القروض المأخوذة والفوائد. نشاطات السوى انتشرت، لقد احتاجوا أن يصلوا هؤلاء النساء ببنوك القطاع العام لمدخراتهم وخدمات القروض لهم. ولكن بالرغم من أن هؤلاء النساء كان عملهم حر خاص اقتصاديا، كانوا أميات وغير معتادات على الإجراءات البنكية، وقد شعروا أيضا أنهم لم يكونوا يعملون بالتساوي مع زبائن الآخرون، وأنهم كانوا قد أهينوا من قبل المختصين. هؤلاء النساء تناقشوا في مشاكلهم فيما بعد وقرروا أن يبدأوا بصنع بنكهم الخاص بهم، حيث يكون بإمكانهم أن يعاملوا باحترام، وقضاياهم كانت قد فهمت. وعلى ذلك في خلال فترة 6 أشهر جمعوا اشتراكاتهم بقيمة 100,000 روبية وتقدموا إلى المختصين لكي يسجلونهم، ولكن هذا لم يكن سهلا. لقد واجهتنا مشاكل كثيرة من أجل الحصول على تسجيل البنك، لأن أول سؤال كان يطرح لنا: المرأة التي لا تعرف كيف تمضي اسمها، كيف سيكون بإمكانها أن تقوم بعمل حسابها؟ وردنا على ذلك كان: بالرغم من أن هؤلاء النساء لا يعرفون كيف يمضون أساميهم اقتصاديا، هم نشيطات جدا وهم بحاجة إلى الخدمات البنكية. كان باعتقادنا أن السبب الرئيسي لحاجة البنك إلى التوقيع من أجل تمييز ومعرفة الأشخاص، لذلك بإمكانك تمييز الأشخاص بطرق أخرى، مثال وضع بصمة اليد في الصورة. وهكذا ما زلنا ندعى بنك بصمة اليد، اسم بنك بصمة اليد أصبح اسمنا. واحدة من الخدمات المالية الأخرى إنه إيجاد برنامج ضمان، إنه يغطي الحالات المرضية، حالات الموت الطبيعي وموت الزوج وفقدان الأشياء الثمينة وحالات الولادة. إيلا فهمت أهمية هذا النوع من الضمان عندما شاهدت عام 1973 الحادث الشنيع الذي حدث لكان كورونا التي كان عملها دفع عربة بيدها. إيلا قاتلت في معركة هذه القضية لمدة 9 سنوات من أجل تعويض كان كورونا تحت النص القضائي لتعويض العمال. معجب بعمل إيلا، مايكل واش تاجر في توظيف الأموال الأمريكي أسس البنك العالمي للمرأة من أجل مساعدة النساء من جميع أنحاء العالم في الحصول على قروض بنكية. في عام 1977 كانت إيلا قد حصلت على جائزة أريمون ماجاسيسي الثمينة من أجل تطوير مساعدة النفس بين قوة العمل المحبطة. لقد تبرعت بقيمة الجائزة 20,000 دولار من أجل إقامة الماهيلا سيفا الرأسمالية الموثوقة، الذي سيقدم المساعدة لهؤلاء النساء الذي لم يتمكنوا من العمل لفترة بسيطة نتيجة لأسباب خارجة عن إرادتهم. في عام 1981 علاقة إيلا مع TLA كانت في جو مشحون، الأمور كانت ساخنة للغاية بسبب عدم التوافق في مواضيع حساسة. إيلا كانت قد أجبرت أن تخرج والسوى أيضا، هذه كانت أول مرة فهمت فيها خوف الفقير المعدوم. لقد تحدثت بفظاظة وجرأة وبوضوح، لم أكن دبلوماسية، لقد أخرجت كل شيء، وفجأة في طبقة العمال أصبحت بطلة، وفي الطبقة المتوسطة أصبحت الشيء المكروه، لدرجة أن الحجارة كانت تلقى على منزلي، ولكن هذا الثمن الذي كنت على استعداد لدفعه.
لقد كنا حقا في ظروف صعبة. أول شيء أخبرونا به أن نخرج من المبنى، وإذا كنا لا نمتلك مبنى كيف سيمكننا أن نجري البنك؟ وهكذا في ذلك الوقت الحافظ الذي حصلنا عليه من عمالنا أو مؤسسينا كان: لا تقلقوا، إننا سنقيم بنكنا تحت الشجرة. الآن حيث أن سيوا ليست تحت غطاء الـ TLA، إيل عرفت أنه أن تصبح اتحاداً لا يكفي أن الاحتياج في هذه الساعة يكون إلى المتعاونات التي تعطي إلى العمال أحقية التناقش والتحاور. هذه كانت بداية قوة الحركات المتعاونة، محتوية على شعب مختلفة للعمل، كمثال الملابن، المشاتل الزراعية، تطريز الملابس، الأعمال اليدوية، وصنع عبق البخور وأوراق لف السجائر وغير ذلك. إن الشيء المميز في تقديم إيلا هو أنها تدرس طريقة الحياة كلها للنساء العاملات لكي تفهم مشاكلهم ولتصنع حلولا أساسها من عروض الحلول التي يقدمونها هم. إن منهج سيوا في علاج جذور المواضيع كان قد أثمر نتائجه. اليوم عضوية سيوا تقف بأكثر من 300,000 امرأة. إن سيوا ساعدتنا بكل المعاني. إن مشاكلنا الاقتصادية سيوا ساعدتنا فيها وقدمت لنا قروض مالية. إنها تقدم لنا أنظمة الضمانات والخدمات الصحية. سيوا تقدم لنا قروض للأعراس وما زالوا يخدموننا في ذلك حتى اليوم. إن مركز سيوا يؤمن بأن كل إنسان حي لديه القدرة والاستطاعة التي تحتاج إلى الإرشاد والتدريب من أجل توسيع منظورهم. هذا الإيمان أدى إلى تكوين أكاديمية السيوا. علما بأهمية الدراسات التصويرية، إلى دعت مارنا ستيوارت المرتكزة في نيويورك من أجل تدريب نساء السيوا أساسيات الاتصالات عبر الفيديو كاميرا. الشيء الذي أعجبني في إيلا منظورها، إنها 20 عاما في المقدمة. إن الجودة التي تمتلكها في يد واحدة في درجة ما أن تفكيرها واسع النطاق، ولكن عندما نواجه أبسط المشاكل بإمكاننا الاعتماد عليها وبإمكاننا الذهاب لها، وهي تسمح لنا وتعطينا النصائح والإرشادات. إن سيوا في هذه اللحظة أكبر مؤسسة عمال رسمية في الدولة. إن أعضاءها أكثر من 320,000 على المستوى الجذري. إنها انتشرت في 9 مناطق من جوجرات و5 إلى 6 أقاليم في الدولة. وقد ذهبت أيضا إلى أفريقيا. السيفا تدعى السيفو هناك، وهي أيضا السيوا في إسطنبول، وهي تنشأ الآن في زيمبابوي وفي اليمن. إن انتشارها ليس بكميات في ناحية العضوية، ولكنها في مفهوم هؤلاء النساء الذين يعملون لأنفسهم في الأعمال الغير رسمية أو في القطاعات الرسمية وغير المنظمين وغير محميين. بإمكانهم جميعا أن يتجمعوا ويصنعوا مؤسسة لهم أي نوع يتلائم مع دولتهم أو مكانهم. بالنسبة لسيوا، أعمال العمال هي قلب كل هذه النشاطات. ما يقلقني حقا هو الفقر، ومهما حاولت الدولة في أن ترتقي، الفقر دائما يزحف بالرقي إلى الوراء. إذن الفقر يجب أن يستأصل. لا أعتقد أن دولة كدولتنا، حيث جميع الناس وبخاصة القرويون قد يكونوا جهلاء، ولكن لديهم ثروات عجيبة، وبهذه الطريقة يستطيعون العيش. ذلك الوسيط التجاري بحاجة لأن يكون معروفاً.
ووضعهم مع بعضهم وإرشادهم إلى التكنولوجيا الحديثة، الآلات الحديثة. إن لديهم الأرض لكي يتشاركوا في فكرة، هيا بنا نربي ونطور ونصنع منها شيئا نافعا عظيم. عندها لن يستطيع أحد شراءنا. بعد أن قادت حركة السيوة الضخمة لمدة 25 عاما إلى نزلت من موقعها كسكرتير عام في السيوة، بالرغم من أنها ما زالت تخدم الحركة حتى اليوم. तेरे कहे ये जे पीड़ पराई